مساء الخير، معاكم ليلى حسام الدين، استشاري بمجال التنمية من مصر. الحقيقة حابة أتكلم معاكم عن موضوع الطاقة اللي كتير من الناس لغاية النهاردة مش بيؤمنوا بيه، بالرغم من التطور في الأبحاث العلمية وبالرغم من التوصل للعديد من الاكتشافات اللي بتؤكد وجود طاقة كونية حيوية. طاقة موجودة جوانا، موجودة في كل تصرف بنتصرفه، موجودة في كل فكرة بتصدر مننا، موجودة في النباتات وموجودة أيضا في الجماد. حتى الجماد اللي مش بيتحرك جواه طاقة، إلا إن معظم الناس لغاية النهاردة مش قادرة تقتنع بوجود الطاقة دي. احتمال لأن الطاقة شيء غير مادي وشيء غير مرئي، فبيعتقدوا إنه مجرد خرافات وإنه عالم غير موجود، وبالطبع ده مش حقيقي أبدا. طب أمال إيه الحقيقة؟ الحقيقة إن العالم المرئي الذي نعيشه يدار بالعالم الغير مرئي. كل ما نراه هنا صنع هناك في العالم الغير مرئي، وبدأت لبنته الأولى هناك في عالم الطاقة أو العالم الغير مرئي. العلم أثبت أن هناك الكثير والكثير من القوى الغير ملموسة والغير مادية، واللي لها تأثير كبير على حياتنا والبيئة المحيطة بنا. وكونها قوى غير مادية وغير ملموسة وغير مرئية، ده لا يمنع وجودها وتأثرنا بيها. وعلى سبيل المثال الطاقة المغناطيسية، احنا بنقدر نشوف الحديد وهو بينجذب للمغناطيس، لكن في نفس الوقت مش بنقدر نشوف او نلمس القوة الموجودة داخل المغناطيس واللي قدرت تجذب الحديد. علم الطاقة الحيوية بيساعدنا اننا نتعرف على كل الاشياء اللي بتأثر في حياتنا وفي مشاعرنا واللي ما بنقدرش نشوفها، وبيتمركز حول محورين اساسيين هما الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. فأوقات كتيرة بنشعر بالحزن والاكتئاب من غير ما نعرف السبب، وفي الغالب ما بيكونش فيه أي سبب يستدعي الإحساس بشعور الحزن ده. لكن تفهمنا لعلم الطاقة بيعرفنا إن شعورنا الحزين ده سببه تعرضنا لمصادر طاقة سلبية، زي التعامل مع شخص عصبي والمناقشة معاه، أو استرجاع ذكريات حزينة، أو رؤية مشهد درامي في الحياة، وغيرها من مصادر الطاقة السلبية. تفهمنا لعلم الطاقة هيساعدنا إننا نبعد عن الطاقات السلبية في حياتنا، وإننا نملى حياتنا بالطاقات الإيجابية اللي هيكون لها تأثير رائع على صحتنا ونفسيتنا. وتأكيدا للكلام ده، في دراسات وأبحاث عديدة في مجال الطاقة أثبتت وأكدت أن الطاقة المنبعثة من الألوان بتلعب دور مؤثر وفعال في علاج الكثير من الأمراض النفسية والجسدية. في الحقيقة، وتكرارا لكلام الرائع مستر سواح على قناة النظام الطاقي، ربنا سخر لنا الكون كله عشان نختار أي شيء إحنا عايزينه. أي شيء إحنا عايزينه ممكن نحققه، مجرد بس نعرف المفتاح ونعرف الحل. والحل في الطاقة. الطاقة هي الروح، الطاقة هي المفتاح المتحكم في كل شيء في حياتنا، هي المفتاح اللي لو قدرنا نحط إيدنا عليه حياتنا كلها هتتغير، هتتغير تماما للأفضل. هنقدر نعرف ونفهم ونتأكد إن إحنا اللي بنختار كل شيء في حياتنا، وأي وضع إحنا فيه دلوقتي إحنا اللي اخترناه. يعني إحنا اللي بنختار نكون سعداء، وإحنا كمان اللي بنختار نكون تعساء. يعني ما تلوموش غير نفسكم على اختياراتكم وعلي انتوا وصلتوا له. طب يا ترى نقدر نغير من اختياراتنا دي ونحقق لنفسنا اللي بنتمناه؟ طبعا نقدر، بس عشان نحقق ده محتاجين نعرف أكتر عن الطاقة. كل يوم بيحمل لنا أسرار جديدة عن الطاقة، أسرار ممكن تغير كتير قوي في حياتنا،
وإن شاء الله هنتعرف على الأسرار دي مع بعض خلال الأيام الجاية. أنا متحمسة جدا إني أبدأ معاكم وإني أشارككم تجاربي وتجارب أصدقائي المتعلقة بأسرار الطاقة. هكون معاكم قريبا إن شاء الله، فانتظروني عبر بث مؤسسة النظام الطاقي على اليوتيوب. كان معكم